لو زيت مشكلة بطء الإنترنت ومشكلة تقطيع الإنترنت بشكل مستمر وعايز حل نهائي للمشكلة دي وبطريقة مضمونة 100%، تابع الفيديو للنهاية. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم معانا في فيديو جديد من قناة عجمس موبايل. النهارده معانا فيديو جديد عن حل مشكلة تقطيع الإنترنت بشكل مستمر، فالنهارده هنقول الحل النهائي للمشكلة دي. بس كده قبل ما نبدأ الفيديو، لو أنت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن أفضل تطبيقات للموبايل وحل مشاكل الموبايل وحل مشاكل الإنترنت، انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس على الكل عشان ما يفوتكش كل فيديوهاتنا الجاية، واعمل لايك للفيديو عشان بيشجعنا. ويلا بينا نبدأ. كل اللي عليك اللي انت هتدخل على الضبط وتنزل تحت لحد ما تلاقي النظام، تضغط على خيارات المطور اللي هي ديفلوبر اوبشن لو موبايلك بالانجليزي، وتتنيك تنزل تحت لحد ما توصل عند حاجة اسمها الشبكات. تروح عند تقييد البحث عن شبكات واي فاي وتفعل الخيار ده مهم جدا، وهنفعل كمان خيار تاني بس الخيار ده وحتى كذب لك اهو كليل استنفاد البطارية وتحسين اداء الشبكة، وده اللي يهمنا دلوقتي هو تحسين اداء الشبكة، عشان لو انت مثلا متصل بشبكات واي فاي كتير، سواء مثلا بتروح كذا مكان او كده، او المكان اللي انت قاعد فيه مثلا بيبقى فيه شبكات كتير وانت مثلا معاك الباسورد بتاعه وبتستخدمها، فهتلاقي كل شوية بيبدل ما بين الشبكات والنت بيقطع، ففعل الخيار ده. والخيار اللي بعد كده وهو خيار بيانات الجوال نشطة دائما، ده برضو لازم اللي انت تفعل الخيار ده، عشان اللي انت لو مثلا الواي فاي عندك ضعيف وانت عندك باقة او بيانات هاتف اللي انت تبدل ما بينهم بسرعة، يعني لو فاتح مثلا الاتنين ومثلا الواي فاي بتاع البيت عندك مثلا ضعيف، يبدأ اللي هو يشتغل على بيانات الهاتف، ولو العكس برضو بيشوف انهي الاقوى وهو بيشتغل عليه، عشان برضو يبقى التنقل والانترنت ما يتقطعش معاك كتير. ولكن الخيار برضو اللي فوق ده مهم جدا لازم اللي انت تفعله. والطريقة التانية برضو اللي انت تدخل على الضبط وتدخل على واي فاي وتنزل تحت عند تفضيلات واي فاي، وتروح عند الخيار الاول اللي هو التحويل التلقائي الى بيانات الهاتف، ولازم اللي انت تكون مفعله، عشان ده بيقول لك لو الانترنت مثلا عندك في البيت اتقطع مثلا اللي هو على طول وانت مشغل بيانات الهاتف، تبدا اللي انت على طول يتنقل على بيانات الهاتف وتشتغل عادي على بيانات الهاتف. ولو عملت الثلاث خطوات دول اضمن لك اللي انت هتلاقي فرق كبير جدا في مشكله تقطيع الانترنت، ومش هيبدا اللي هو يقطع معاك خالص. بس تعمل الثلاث خطوات دول لو انت عايز حل لمشكله انقطاع الانترنت اللي هو بيقعد فتره طويله منقطع، حاسب لك تحت في الديسكريبشن فيديو برضو لحل المشكله دي. لو استفدت بقى اي حاجه من الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو، ولو انت مهتم بالمحتوى اللي احنا بنقدمه عن افضل تطبيقات الموبايل وحل مشاكل الموبايل وحل مشاكل الانترنت ولسه لحد دلوقتي مشتركش في القناه، انزل اشترك في القناه وفعل زر الجرس على الكل عشان ما يفوتكش كل فيديوهاتنا الجايه، واعمل لايك للفيديو عشان بيشجعنا. اكتبوا لي تحت الكومنتات لو في اي مشاكل بتقابلكم او اي فكره في فيديو عايزينها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.